الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل لا بد من التتابع في القضاء أم يجوز القضاء مفرقا؟ فنقول الجواب المتقرر عند العلماء أن الأصل فيما ورد مطلقا يجب بقاؤه على إطلاقه، والله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فأطلق ولم يقيد بتتابع أو غير تتابع، بتتابع أو غير تتابع، فأفاد هذا أنك لو قضيت ما عليك مفرقا فقد برئت ذمتك، وإن قضيته متتابعا فقد برئت ذمتك ولا بأس عليك في ذلك.